برعاية صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أقام مجلس الشركات العائلية الخليجية المؤسسة الإقليمية الممثلة لشبكة الشركات العائلية الدولية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي جلسة نقاشية خصصت لقادة الشركات العائلية الخليجية البارزين في المنطقة، وذلك مساء أمس بمرفأ البحرين المالي. ولدى حضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة للفعالية، أكد أن للشركات العائلية في مملكة البحرين دور بارز يتمثل في رفض الاقتصاد الوطني والعمل على تعزيز المساعي الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها المملكة، منوها بما توليه البحرين من اهتمام ورعاية لهذه الشركات، وذلك لإسهاماتها العديدة في تعزيز قدرات الاقتصاد البحريني وما توفره من فرص عمل المواطنين، منوها بأن رعاية سموه للفعاليات يؤكد على ما يوليه من اهتمام بدور شركات التجارية العائلية في المملكة ودعم سموه لمكانة التجار في البحرين، معربا عن تقديره لاختيار البحرين لعقد هذا الملتقى، وهو ما يعكس تنامي دور الشركات العائلية الخليجية بما ينعكس على اقتصادات المنطقة ونموها. وأشار الوزير إلى أن الشركات العائلية تشكل العصب الرئيسي للاقتصاد البحريني والخليجي عموما، وأن ثقافة وتقاليد هذه الشركات تمثل الركيزة الأساسية لاقتصاد البحرين. وقد استضافت مجموعة الزياني أحد الأعضاء المؤسسين لمجلس الشركات العائلية الخليجية الجلسة النقاشية التي سلطت الضوء على أهمية حوكمة الشركات العائلية لتمكين عملية تخطيط انتقال الملكية على نحو سلس ومستدام. وقد قدم معالي السيد عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد على رعايته للجلسة النقاشية. من ناحيتها كان السيد خالد الزياني الرئيس الفخري لمجموعة الزياني على الحاجة الماسة إلى توفير سياسة منهجية تهدف إلى تنمية مهارات أفراد العائلات المالكة للشركات ودمجهم فيها لضمان انتقال ناجح بين الأجيال. نحن اليوم نجتمع هنا مجلس الشركات العائلية الخليجية، والفكرة أن نتبادل تجارب الشركات العائلية الخليجية من سر نجاحهم واستمرارية الشركات هذه من جيل إلى آخر. كما تعرفين أن الشركات الخاصة والعائلية في دول الخليج تساهم من 60-80% من الناتج القومي، فضروري جدا أن نبث الوعي أهمية استمرارية الشركات العائلية، يعني تنتقل من جيل إلى جيل إلى آخر. بعدين نتكلم عن دور الجيل الثاني، كيف الجيل الأول يسلم الجيل الثاني. بنتكلم عن أهمية دور المرأة في قيادة الشركات العائلية. البند الثالث والرابع نتكلم عن ضرورة وجود تشريع ملائم للشركات العائلية حتى تعطيها الفرصة في اختيار أفضل السبل والقنوات القانونية. ما زال قانوننا وتشريعنا في دول مجلس التعاون محدود. البحرين اليوم سمعنا عن أنه سوى قانون يسموه الوقفة والترست، هذا شوية فيه مرونة أكثر، ونتوقع أنه دول الخليج تأخذ النموذج هذا وتطبقه عندهم وتبتدي تطور في هذا القانون الترست اللي سووه. تعاوننا جيد، ونحن يعني نشتغل مع القطاع الخاص والشركات العائلية، وكذلك بعد نحث الحكومات أن تشريعهم لازم يكون ملائم للشركات العائلية.